رأيك في نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي البطولة الكونفدرالية؟ والله هي نتيجة مرضية جدا وكويسة، وإن شاء الله نحقق الانتصار هنا بإذن الله ونصعد من هنا بإذن الله وناخد البطولة بإذن الله. وفي المجمل الأداء ما كانش أحسن حاجة. الزمالك دخل الماتش متأخر قوي بعد ما استقبلنا جونين، لكن الجون بتاع الجزيرة أنقذ الموقف، يعني خلينا بس محتاجين جون واحد نهوت ونخلص البطولة إن شاء الله. يعني هو الحمد لله يعني النتيجة كويسة وبإذن الله هنا في مصر هنعوض وبإذن الله نكسب يعني البطولة بتاعت الزمالك السنة إن شاء الله. كان الشوط الأول أداء ما كانش عاجبني من الزمالك أبدا، ما كنتش متوقع منه كده أصلا، والشوط الثاني اتحسن شوية، بس أنا منتظر أحسن من كده بكتير في الماتش الجاي، لأن إحنا محتاجين إن إحنا نكسب البطولة دي. نتيجة جميلة وممتازة، هتريح شوية الزمالك، تخلي نازل الماتش العودة مرتاح شوية، يعني ممكن 1-0 يصعد الزمالك برضو، 2-0 ويفوز اكتر وهيبقى عنده معلومات اكتر بالهدف اللي جابهم امتى امبارح. يعني نتيجه كويسه جدا وان شاء الله نكمل على خير في ماتش العوده ونعمل اداء كويس احسن وناخد البطوله ان شاء الله هنا في مصر. فشل كامل ساعتها ان انا ابقى عندي مباراه مهمه زي دي واروح هناك اعتماد ان انا ادخل جون عشان يتحسب بجونين، ده فشل كامل واداء سيء جدا رغم ان انا تاني افضل نادي في مصر بعد النادي الاهلي طبعا، فانا عندي الامكانيات وبمتلك اللعيبه وفي صفقات بس ما حدش مدي ايجابي في الملعب. هي نتيجه سيئه بس احنا عملنا اللي علينا هناك وجبنا جون واللعيبه ادت بروح، بس احنا نفرح الناس اللي احنا بقالنا كتير ما بنفرحش، وملايين تمشي وراكم واحنا اول ناس وراكم والاخر نفس وراكم، ففرحونا ونفسنا بقى نفرح فرح حلوه. وما ينفعش العبوا برجاله، العبوا على قد التيشيرت اللي انتوا بتلعبوا بيه، في ناس كتيره قوي بتشجعكم واحنا وراكم، واللي انتوا عايزينه احنا معاكم في الاخر نفس.